بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا التوست بتاعتنا وكله تمام، عايزين نبدأ نبرمجها بقى. خلاص عملنا الديزاين بتاعنا، عايزين محتاجين ان احنا نبرمجها. فهعمل فانكشن، الفانكشن دي هسميها مثلا توست مسج. الغرض منها ان تبعت لي انبوت سترنج اللي هو المسج، وانا بقى اكتب الكود اللي يشغل ويظبط الايه التوست الجديدة دي، بحيث ان دي تبقى فانكشن موجوده بقى عندي في السيستم. انادي عليها على طول، ابعت لها الرساله تطلع لي بقى المنظر على طول. فانا هعمل ايه؟ عرفت ايه اللي اي، ودي حاجه اسمها الانفلاتر. ايه الانفلاتر؟ لي اوت الانفلاتر ده، او جيت لي اوت انفلاتر، او ممكن اقول لي اوت انفلاتر على طول. ده اللي مفترض بيفرد او بيرسم او بيحط الكنترول او يفرد الكنترول على الشاشه. خلاص، ممكن طبعا هنشوف في امثله جايه ان شاء الله لما اشتغلت مع اللي اوت انفلاتر على طول من غير الفانكشن. وفي جيت لي اوت انفلاتر، عشان تبقوا شايفين الاثنين، عشان لو وقعت في حاجه الانترنت من الشكل ده او من الشكل ده تعرف تتعامل معاها. فالمهم هقول له جيت لي اوت انفلاتر عادي جدا. ده ال اي ده هو اللي بيقدر يحط الايه الكنترول بتاعي على الشاشه. وهاجي وعامل ايه فاريبل تاني فال لما سميته لي اوت، وده نوعه فيو مش اي فيو. خلاص كده قلت له ال اي دوت انفلات، عايزك ترسم بقى. خلاص ايه اللي هترسمه؟ ما ال اي هو الانفلاتر، هو اللي بيقدر يرسم. هقول له انفلات ارسم، هيقول لي عايز ترسم ايه؟ هقول له روح على الار دوت لاي اوت، هتلاقي حاجه اسمها كاستم توست. خلاص، فياخد التوست ديت وينفلاتها. خلاص، على دلوقتي المفروض ان هي محطوطه جوه فاريبل اسمه لاي اوت، المفروض ان هي محطوطه جوه لاي اوت اسمه جوه فاريبل اسمه لاي اوت. بس كده بدي له الاسم بتاعها؟ لا. طب امال هعمل ايه؟ اولا هو انا كنت عايز اشتغل فيه، لان انا كان عندي كذا حاجه. عندي اول لينير لاي اوت الرئيسي كان اسمه كاستم توست لي اوت، تمام؟ فقال لي اديني اللي اوت الرئيسي، فقلت له فايند فيو باي اي دي، ومتدي له ار دوت اي دي دوت الاي الكاستم توست لي اوت عشان يعرف الايه، فيعرفوا ايه انفلاته، هينفلاته من انه كنترول، فيمسك الكنترول الاساسي اللي هو كاستم توست لي اوت. طب ممكن احدد النوع كجينريك تايب، ده هقول له ده فيو جروب، جي كابيتال فيو جروب. خلاص، طيب يبقى كده عرف يمسك الكنترول الاولاني وايه ويفرده على الايه على الـ ويعمل له ايه ويفرده كاستم توست على فاريبل اسمه لاي اوت. حلو جدا. اروح بقى للتوست ذات نفسها، اعرف توست عاديه جدا اللي هي الاساسيه عشان اخد الخصائص بتاعتها بتاعت ظهورها وبتاع وامرد عليها كده. فعرفت توست ودي نوعها توست، وهديها بس الابلكيشن كونتكست، واقول له ديوريشن اللي هي فتره يعني ظهور التوست. طبعا عندنا فترتين، فهقول له خليك في اللينس اللي هي الشورت، مش هخليها تتحدد كبارامتر، ممكن اعملها كبارامتر مش مشكله. وعملت ايه توست دوت دي الديوريشن اول واحده، سيت جرافيتي الجرافيتي بتاعته عشان احدد له الاوفست بتاعته، فاقول له جرافيتي دوت سنتر فيرتيكال، مش يبقى في النص من ناحيه الايه الفيرتيكال، تمام؟ يبقى في النص، وهدي له الهوامش 0 0، مش عايز هوامش بس تبقى في النص بالظبط، يعني كده اهو فيرتيكال كده تبقى في النص، ماشي؟ ما يبقاش لتحت وما يبقاش لفوق، تمام؟ طيب يعني من الاخر هتظهر في وسط الاكتيفيتي، يعني ولا هي في اول اكتيفيتي من فوق ولا في اخر اكتيفيتي من تحت، تظهر في نص الايه الاكتيفيتي. ده معنى كلمه سنتر ايه فيرتيكال. توست دوت فيو، الفيو بتاعك هو عباره عن ايه بقى؟ العرض بتاعك عباره عن ايه؟ قلت له إيه؟ انت المفروض تعرضي لي اللي اوت، هي دي اللعبه. انا خليت التوست الفيو بتاعها هي اللي اوت اللي انا ظبطتها، واللي اوت دوت المسج تكست فيو اللي احنا كنا عاملينه بقى اللي هيظهر فيه الكلام، هقول له بقى اللي اوت اللي هو بقى شايل دلوقتي بالنسبه لي الكاستم توست دوت المسج تكست فيو ده دوت تكست بتاعه، حط لي المسج بقى اللي انا عايزه ازاي. فيبقى كده حط الصوره والنص اللي ظهر وحطيته على التوست، صح كده؟ واقدر اقول له ايه يا لي اوت دوت بقى على طول. خلاص دوت ايه انا محتاج خلاص ان انا ايكون، لا احنا عندنا التوست ايمج فيو، ممكن اكتبها بالكود يعني اعمل توست مثلا ايمج فيو بتاعتي لي اوت دوت توست ايمج فيو دوت. لو انا عايز اعمل اخلي بكود انا احدد مسار الصوره بايديا، بدل ما احنا كنا محددينها بالاختيارات، لا انا عشان ممكن يكون في مره عايز اظهر صوره وحش بيضحك ولا صوره وحش بيزعل مش عارف ايه، ابقى حاطط الصور عندي وانا طبقا لشرط معين بعرض. فالار دوت دروبل
انا حاطط هناك كان اسمها في الدروبل، كنت حاططها اسمها مسج اندرسكور ايكون، فحطيت خلاص دوت مسج اندرسكور ايكون. انس مش عارف اعمل صوره مش عارف ايه، براحتك بقى خلاص انت فهمت اللعبه هنا. ودوس دوت شو كده اهو، رغم ان الكود شويه كتير بس خلاص هو سيبت. انا ظبطت الديوريشن، الجرافيتي عرفناها، الفيو دي اهم حاجه خلاص ركبتها، وباقي الحاجات الخصائص اللي عليه كده اهو. انا لو عايز اعرض رساله زي مثلا بكون بقول دايناميك باتنز مش عارف ايه وندع على التوست، لا انا مش هعمل كده، انا هندع على التوست بتاعتنا اللي لسه مكونينها. اقول له توست مسج، قال لي ابعت لي بس رسالته دايناميك باتن بس، فالمفروض يطلع لي الصوره ويطلع لي النص تحتيها في المنظر اللي احنا عملناه. وكذلك برضو هاخد كده كابي من التكست اللي كان بيتعرض في المسج اللي هي بتاعت كل باتن على حسب، وهقول له ايه، هقول له توست مسج، او خليها اعملها بس هاشد اكومنتها عشان بس تبقى افضل موجوده. طبعا اي حد بيتابع عايز يعملها توست مسج، عايز يعمل توست مسج توست دوت ميك تكست على طول براحتك، لكن بس بنشوف ازاي نعمل تعمل ازاي تعمل كاستم للتوست. جروب ناقص جي كابيتال تمام، انفلاتر كله تمام، نيران ونشوف توكل على الله. ادي اهو كده لما ادوس على الدايناميك الله الصوره ظهرت، وقال لي دايناميك باتن مكتوبه تحتها. بس على الزر اللي بعديها قال لي نيو باتن زيرو كليكت، الصوره بتظهر بشكل شيك، كلام واضح، اقدر اشتغل على بالشكل دوت واخلي انا عملت ايه كاستم توست بتاعتنا. وطبعا نقدر نستخدم نفس الاسلوب دوت احنا نعمل كاستم للكنترولز الموجوده عندنا بنفس الاسلوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.